النهارده ان شاء الله هنتكلم على الهيدرولوجيك موديلنج ويزارد اللي انت شايفه في الايقونه ده، وهو وسيله ل بتجمع كل الخطوات اللي احنا خدناها قبل كده في مكان واحد ومتتابعين. فانت بتعمل الخطوه تدوس نيكست، تخش في اللي بعدها نيكست 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 لغايه لما تخلص البروجكت، بتوفر مجهود تمام كبير. كويس، تمام لو فتحناها، انا بس مجرد عملت، انا فتحت دبليو ام اس، ما عملتش لسه اي حاجه فيها. تمام دوست على الويزرد، ادي النافذه اهي، بادي من اول بروجكت فايل نيم، ان هو حتى مش يعني انت لسه هتختار اسم المشروع. تمام سمي اي حاجه، ده كده الباث بتاعنا بتاع المشروع، عرفناه، ندوس نيكست. كده هو انشأ خلاص، يعني هو كده عرف يعني. في الخطوه دي لو تفتكر كنا بنحتاج نعرف الايه، نظام الاسقاط يعني. فهنا تمام البروجكشن، البروجكشن انا هنا واخد اليو تي ام 36، طبعا هو قراها لان دي كانت اخر مشروع شغال. لو انت عايز تغير بتدوس على ديفاين، تمام، ومن هنا نفترض مثلا انت عايز تاخد الجيوغرافيك، تيجي على الجيوغرافيك فقط تحتاج تختار دبليو جي ام اس 84. لو انت الداتا بتاعتك بروجكتد تاخد اليو تي ام والزوم 36. اوكي فهي كده اهي. لو انت داخل يعني الزون 36 ده مكان واسع يعني. لو انت عارف بالظبط انت ناوي تشتغل فين، بتحدد الايه الباوندري بتاعت الدراسه بتاعتك. تمام فانت هنا بص، انا لما دوست على ديفاين الباوندري فتح لي النافذه دي اللي هي فيرتشوال ايرث ماب لوكيتور. ساعات هو النافذه دي هو كده حضرتك الشير عندي، مش دبليو ام اس، هو كده فتح حاجه ثانيه. فتح ايه عندك؟ فتح نافذه بتاع الكمبيوتر عاديه. طب خلينا كده. النافذه دي اللي انت شايفها كده فيرتشوال ايرث. ايوه دي يا سيدي، لما احنا بندوس على البروجكت باوندريز ديفاين، يعني بنعرف حدود المشروع، لما بدوس عليها تمام. احنا بس عرفنا في الاول البروجكشن شكل على يو تي ام 36، بس طبعا انت عارف المكان ده بياخد ممكن مثلا من اول ليبيا ومصر كلهم على بعض، ويمكن حته من الجزائر كمان، ماشي. فانت بقى ايه بس عايز اشتغل فين بالظبط يعني. فلما بتدوس فيرتشوال ايرث، واضح من اسمها يعني كان كوكب الارض يعني، الماب لوكيتور، انك بتحدد الايه المكان اللي انت عايز تشتغل فيه. فادي هي تعمل زوم، تختار المكان، تقول مثلا هشتغل هنا. لو انت عايز تتاكد يعني ممكن تعدل، يعني مثلا لو دوست اريال هيديك صوره فضائيه للمكان، يعني كانه جوجل ايرث، عارفه؟ تمام ايا كان. انت بقى بتقعد تختار بالظبط لغايه لما تحدد المكان. لو انت معاك الكوردينيتس جاهزه بتضيف، تكتب هنا الاكس والواي اللات واللونج، وتدوس جامب بيروح لها على طول. لو انت عايز تسيرش على حته تمام تختار اسم المكان. شفت انا دوست سيناي، راح ايه يعني دوست جامب راح جري زوم عليها على طول. تمام كويس. المهم في الاخر بيخلص الامر ان انت ايه عامل دلوقتي نافذه. ان انت بتقول بقى ان انا هشتغل جوه النافذه دي. ساعات كنا زمان يعني لما باجي افتح النافذه دي ما كانتش بتفتح، يعني يديني نافذه فاضيه وما تعملش اي اكتر اكشن يعني. ربما يكون كان ساعتها السبب حاجه لها علاقه بالويندوز او كده، مش عارف. فانت برضو ممكن تجرب وتقول لي هي اشتغلت معاك ولا لا. تمام خلاص ندوس اوكي. هو كده بياخد الشاشه اللي انا عامل عليها زوم، ولا بحدد له بوليجون ولا حاجه؟ كده انت، لا احنا ما بنحددش بوليجون كده، والله اعلم. هو هياخد الايه كل ما هو داخل هذه النافذه، دي حدود الدراسه بتاعتك.
تمام. دوس اوكي. ايوه، تمام كده. تمام. طيب كده احنا تلاحظ ان هو كتب لنا هنا الايه يعني كوردينيتس. الباوندريز، تمام. الباوندريز المينيمم والماكسيمم بتاعت النافذه، يعني الاكس تمام. والواي دول بتوع نقطه، والاكس يعني عارف انت التو كورنرز اللي هو ده اللي تحت دي واللي قطتها الناحيه الثانيه. تمام. تلاحظ طبعا الارقام كبيره اللي هي بالنظام ال 36 ده زون اللي هو بروجيكشن، يعني لو احنا تمام. كنا اخترنا من فوق جيوغرافيك كنت هتلاقي الارقام هنا ايه 30 29 5 كده يعني. تمام. طيب فكده احنا خلصنا التعريف اللي هو ايه تعريف بروجكت باوند. هنا بقى النافذه جميله جدا في ال دبليو ام اس، فتح لك لينك على السيرفرات اللي هي البابليك اللي في العالم وبعضها بي فلوس. انهي سيرفرات؟ عارف انت لما بتفتح الموبايل بتاعك تخش على جوجل مابس انت بتبقى شايف خريطه شوارع وشايف بحر ونهر وكده، يعني الحاجات دي جوجل ماب بيشوفها بيعرفها ازاي؟ هو يعني بيعرفها ان في سيرفر عليه خريطه العالم كله، الموبايل بتاعك بيديتكت اللوكيشن ويروح داخل على السيرفر راسم النقطه بتاعتك واخد حدود حواليها كده، يعني كانه بيشوف جزء من الخريطه اللي موجوده على السيرفرات دي. تمام. السيرفرات دي موجوده عدد، يعني جوجل ليه سيرفرات، ازري بتاعت الارك جي اس ليها سيرفرات، في ناسا ليها سيرفرات، اليو اس جي، المهم في مؤسسات كتيره ليها سيرفرات مختلفه، تمام. وكل بعضهم يعني هم مختلفين، بعضهم بيدي مابس اللي انت بتشوفه في جوجل مابس، بعضهم بيدي خرائط لحاجات تانية. عارف انت الويب سايت اللي هو بتاع شيف فايل مثلا لللاند يوز وكيرف نمبر والحاجات اللي هي المختلفه، يعني في برضه سيرفرات لحاجات زي كده. فالمهم احنا في هذا يعني البرنامج بيدينا امكانيه ان احنا نخش، بص من خلال انا نطيت واحده، انا كنت عمال اشرح لك وانا واقف على الووتر شيت داتا، بس اللي انا كنت تمام مقصودها اللي هي داونلود داتا. تمام الويب سيرفيس. تمام. هي ديت اللي بنتكلم عنها. بص يا سيدي الحاجات اللي قدامك دي هي دي الحاجات اللي متاحه من خلال البرنامج. هنشوف دلوقتي بس نرجع بس لباك واحده هنا سيلكت داتا سورس، ده لو انت عندك داتا عايز تقراها ماشي، يعني هو ايه هو عارف ان البروجكت هيبقى مزيج ما بين داتا انت عندك داتا وداتا هتجيبها من على النت كويس، فهو بيبدأ ان بيديك فرصة يعني او بيديك تشانس انك تفتح داتا. فانا اوبن فايل اهو، تختار تخش على الفولدرات تختار ايه لو انت عايز تفتح، يعني انا مثلا هفتح دلوقتي ده شيب فايل لمصر ككل، يعني منزله من على النت من على موقع، يعني بص لما دوست عليه يلا ينفذها اهو شايف، هو شيب فايل يعني ضمن ولا ايه؟ انت مش باين عندك؟ ورا تحت ورا النافذة اه باين. ده فتح لما اهو اللي هو ده شايف ايجيبت اوت لاين ده، تمام. انا دوست على النافذة دي معذرة، انا دوست على زرار اللي هو اوبن فايل تمام. ورحت رايح عامل سيلكت للفايل اللي هو دوت اس اتش بي، فبالتبعية ففتح ايه؟ تمام. هو انا بدخل يعني من هنا اي داتا ولا بدخل مثلا ديم، بدخل دخل كيرف اللي انت نمبر؟ عايزه اللي انت عايزه يعني بس انا مش عايز ادخل الدم لسبب هقوله لك دلوقتي ماشي. يعني الداتا دي انا بدخلها له كانبوت بعد كده اقول له الداتا دي ايه بعد كده يعني؟ لا يعني هي الفكره احنا بنبدا الشغل بان احنا بنجمع دلوقتي عملنا نيو بروجكت واخترنا اللوكيشن بتاعه وسيفناه وحددنا البروجكشن بتاعه والباوندريز بتاعته. الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا اي داتا انبوت اي داتا
عايزين نستخدمها في المشروع بنضيفها دلوقتي، بنملى التيبل اوف كونتنت اللي على الشمال ده. لو انت عندك خريطه مثلا لطريق، انت بتدرس عشان تحمي طريق، فانت عايز الشيب فايل بتاع الطريق ده. لو انت عايز حدود قريه بتدرسها، لو انت عايز يعني ايا كان الشيء اللي انت الشيب فايل اللي انت عايزه بتدخله من خلال هذه الخطوه، يعني اللي هو اد فايل. تمام. فاحنا يعني انا كمثال فتحت الشيب فايل بتاع مصر اللي ورا ده، فتحت ادي الشيب فايل اهوت. كده اضفنا حاجه. ممكن نضيف سؤالك، هل ممكن نضيف داتا؟ ده بيعلق ليه؟ مش عارف فعلا بيعلق ليه. معلش ثواني. بس انا قفلت كده النافذة. طيب انا دلوقتي ممكن زي ما قلت لك من سامعني يا باشمهندس؟ هو طلع ودخل تاني، معلش طيب مش ماشي عارف. مفيش مشكلة. فاحنا دلوقتي اهوت خلصنا النافذة دي اللي احنا ممكن نضيف منها الداتا اللي عندنا. خلاص بعد ما بنفتح الداتا اللي احنا عايزينها خلاص ونضيف، بنبقى عندنا مرحلة اللي بعدها اللي هي داونلود داتا فروم ويب سيرفيسز. عندنا ايه بقى؟ ايه السيرفرات اللي ال WMS متصل بيها وممكن توفر علينا مجهود تجميع الداتا؟ بص كده، اما اكبر ادي الحاجات اللي عندنا اهي. هتلاقي اول حاجة اسمها SRTM، ده اللي هو الديم فايل، تمام. مكتوب لك ايه؟ وورلد وايد الفيجن ديتا، بين قوسين 3 ارك. وورلد وايد فده للعالم كله. اس ار تي ام ده نوع من انواع الدم، ده السورس يعني الناس موردين للدم يعني. 3 ارك ده الريزوليوشن بتاعها. 3 ارك تقريبا معناها 90 متر. دي اس ار تي ام 1 ارك دي بتبقى 30 متر. تمام. تلاقي اللي تحتها يونايتد ستيتس الفيجن ديتا ان اي دي 10 متر ريزوليوشن. واضح ان هي دم بس الريزوليوشن بتاعه احسن بكتير، ده 10 متر بس مش 90. تمام. بس ده للولايات المتحده بس، في امريكا بس مش وورلد وايد زي اللي فوق. تمام. احنا نفتح ديت ونفتح اللي فيها. هتلاقي عندك مصادر تانية بقى، يعني عندك هنا ايه؟ لاند كفر اهو بريزولوشن 100 متر، ده كويس بس ده لاوروبا. لاوروبا. ولسنة 2000 يعني الابديت بتاعه او يعني الداتا بتاعته سنة 2000. هتلاقي لاند كفر تاني اهوت ريزولوشن احسن كمان 30 متر بس ده لامريكا. تمام. هتلاقي وورلد ايمجري ديت صور ساتلايت للعالم كله، يعني دي زي صوره الجوجل ايرث كده. تمام. وورلد ستريت ماب بتبقى اخف في الداونلود طبعا لان هي ما فيهاش التفاصيل بتاعت الساتلايت، بتبقى فقط الشوارع الرئيسيه وحاجات اللي احنا يعني ممكن تستفيد منها لو انت بتدور على الطرق اللي حواليك، تمام. بيبقى فيها اسامي المدن برضو والحاجات دي. خلاص. توبو ماب دي حاجه جرافيك مرسومه بس بتظهر التضاريس، بتبين لك شكل المرتفعات والمنخفضات. تمام. وحاجات تانية بقى يعني ده ستريت ماب برضو، ده ستريت خرائط تضاريس بس لأمريكا، خرائط مخاطر سيول لأمريكا، شيب فايل لاند يوز أمريكا بين قوسين، ستاتس جو سويل تايب، سويل تايب شيب فايل امريكا.
هارمونايزد وورلد سويل داتابيز. اه واضح ان دي العالم يعني، في جلوبال لاند كاف. كان قصدي من الوقت او يعني من الكلام دوت انك نحن نعرف ان السيرفرات دي بعضها للعالم وبعضها مخصص لاماكن معينه. فاحنا طبعا لما بنيجي نعمل داونلود بيبقى مبني على انك بتعمل سيلكشن بس بعلامه الصح دي، اللي انت نعم. بتعمله صح بيخش على السيرفر بتاعه ويحاول يعمل داونلود. الداونلود بياخد وقت وبياخد مساحه على الهارد، وطبعا يعني كويس. فانا ايه عشان كده لازم نبقى منتبهين يعني احنا بنعمل داونلود لايه. فاحنا لو دوسنا مثلا على اللي هي الدم ديت وعلملنا صح عليها عايزين نعمل داونلود للداتا، هندوس داونلود داتا فروم ويب. انا كده دوست على زرار، هو دلوقتي بيحاول يخش يعمل بيسألني عايز ريزوليوشن قد ايه. طبعا كل الرقم ما يصغر يبقى الريزوليوشن احسن او ادق يعني، بس دي احنا المفروض نبقى واخدين بالنا من حاجه يعني. هو مديك تكتب اي رقم انت عايزه، انا ممكن اكتب واحد، واحد دي معناها 1 متر يعني حاجه جميله جدا، بس انا لا يعني انا كده ما خدتش بالي ان هو كاتب لي بين قوسين 3 ارك سكند ريزوليوشن، يعني السورس الداتا اللي هو هيعمل منه داونلود السورس ده الريزوليوشن بتاعه 90 متر. فانت لما تقول له عايز 1 متر هو مش هيعمل اكتر من ان هو يروح يجيب لك الداتا من 90، بس هيخلي لك الريزولوشن بتاعها 1 متر. يعني انت بيضحك عليك او انت بتضحك على نفسك، فاهم قصدي؟ انما هو نفس السورس واحد 90 متر، لكن اللي هيحصل ان الفايل سايز هيبقى كبير قوي، تمام. فاحنا ممكن نخليه 90 لان هو ده احسن ريزوليوشن بالنسبه للداتا السورس بتاعتنا. دوس اوكي. تلاحظ ان هو مديني دلوقتي نافذه شايفها اسمها اكسبورتنج جيو تيف، تمام وبيعد اهو ده الداونلود بقى. تمام هو في الووتر شيت داتا اللي فوق، كنت انا لو نزلت ديم وبعد كده دخلت على الداونلود داتا مش هحتاج كده انزل ديم، ولا هو بقى ممكن يعمل يعني يحتاج ديم تاني مثلا او ريزولوشن اكتر او حاجه زي كده؟ لو عندك ريزولوشن احسن ادق من ال 90 متر طبعا يا ريت تستخدمها، دي تبقى احسن بكتير لانها في تمام. الاخر. فانا اتفضل كمل. هنزلها من الووتر شيت داتا صح؟ اللي احنا بنعملها دلوقتي دي لا لو انا عندي دم يعني. ما تستخدمش بقى. لو انت عندك ديم والريزولوشن بتاعها عالي او مدققه او متراجعه او كده طبعا ما تستخدمش اللي احنا بنعمله ده. تمام. بص اتلاحظت حاجه، هو شايف في الخلفيه ورا ظهرت، نزل الدم في المكان اللي احنا كنا تلاحظ حاجه رغم طبعا الشيب فايل بتاع مصر ده غلط، مصر الجزء ده يعني الحدود هنا مرسومه غلط، بس الفكره ان للاسف دي الشيب فايل اللي موجوده على مواقع كتير على النت يعني تمام. ماشي، ف غلط يعني. لكن يعني المهم تلاحظ حاجه بقى، ان هو لما نزل الدم نزلها وفقا للباوندريز اللي احنا مختارينها هنا تمام. ميت يعني، عارف احنا لو ما كناش معرفين حاجه هنا كان هينزل دم لكل المساحه دي، كل الباك جراوند اللي انت شايفها دي اللي هي مصر والسعوديه وليبيا كل ده كان هيعمل له داونلود للدم. طبعا كان هياخد وقت طويل هيملى الهارد ديسك بتاعك. تمام انت طبعا فاكر ان احنا بنيجي في خطوه بنعمل اللي هي ران تو باز. لما يجي يعمل ران تو باز للمساحه الشاسعه ديت ممكن يقعد ايام شغال وممكن ما يعرفش يعملها اصلا. تمام فالواحد لما يجيب ملف دم يحاول بقدر الامكان يخليه على قد حدود منطقه الدراسه بتاعته، يعني اكتر حاجه بسيطه بس تامينا يعني، انما ما يعني ايه يعني ادينا شفنا انك ممكن تعمل داونلود للورلد وايد، لكن ده ما يخليكش تطمع وتنزل مساحات كبيره لان هيجي في الرن والدنيا توقف. تمام طيب كده احنا نزلنا حدود الحته اللي احنا ايه عايزينها. لو احنا عايزين داتا اخرى
تعال نجرب كده نشوف حاجة تانية ننزلها. عايز وورلد ايمجري، خلينا نجرب توبو ماب. كويس، دوس داونلود. تمام. بيسألني على الريزولوشن برضو، هقول له 90. لاحظ هنا برضه بي ايه بي بي يعني بيعمل بعض الاناليتيك يعني. تمام. بياخد وقت، بيعتمد على عناصر يعني حاجات كتيرة بتتحكم في الوقت. يعني يمكن احنا دلوقتي مش حاسين اصلا ان في مشكلة في الوقت، يمكن الحمد لله سرعة النت بقت افضل، واحنا برضو مختارين داتا سورس جيد. يعني لو اخترنا اللي هي السورس اللي هو الساتلايت ايمج، ده من اتقل الحاجات في التحميل. نافذة قدامنا اسمها، هل تحب ان هو يعمل لك جنريشن لحاجة اسمها ايمج بيراميدز؟ لو قلنا اوكي هيقعد بيعمل كالكوليشنز معينة مؤداها في الاخر ان يبقى سهل عليه بعد كده الديسبلاي بتاع الصورة. ماشي، ممكن نقول اوكي هياخد وقت، فاحنا توفيرا يعني هنقول نو. لكن هي كده الصورة ايه نزلت. انا هقفل الشيف فايل ده، تعالى نعمل زوم ونشوف ايه الفايل اللي نزل. مش عارف انت ملاحظ ولا لأ، بس شايف المنظر. نعم شايفه. انا هقفل الديم. بص انا قفلت الديم كده، بس اللي هي الفايل التاني اللي نزلناه هو اللي ظاهر، هو اسمه وورلد توبو ماب. تلاحظ ان المدينه باينه، الطرق باينه، الجزء اللي دوت يشير كأنه للتضاريس، هي صوره. ده صوره، وانت لو بصيت هنا تحت كده هتلاقي مدياك اكس وواي بس، مفيش زد مفيش حاجه، لكن هي صوره مفيده ومعبره، تخليك شايف يعني الدنيا بالاسامي، بالاسامي حتى عربي وكده يعني. هو كمان يعني بعد ما الواحد ممكن يعمل ديميشن يشوف الستريمز في مكانها يعني. بالظبط بالظبط بالظبط، مفيدة جدا هنا. اتاكد انها ماشيه وسط الستريمز يعني. أوه. الريزوليوشن دي حدود الريزوليوشن. الخط الاسود ده طريق اسفلت يعني، أوه. هو كده باين على شكل مثلا خليتين ثلاثه ولا حاجه، فكده حلو قوي يعني. تمام. ماشي، وتبقى شايف يعني اهم حاجه اسامي يعني، دايما بتبقى دراسه حمايه مدينه كذا او طريق كذا او فاهم، بتبقى يعني الاسامي فيها مهمه يعني، عشان تحدد لما تيجي تطلع خريطه ان فعلا الحوض رايح فعلا في زي عنوان الشغل يعني. تمام. طيب كده احنا خدنا فكره عن التاب ديت. اي حاجه ثانيه بقى هتنزل بنفس الايه الطريقه يعني، بس بقول لك ان دي هتديك صوره ساتلايت، بتبقى جميلة وكل حاجة، بس الداونلود بتاعها بيبقى ايه بياخد وقت وسايز وكده. ماشي، ادي كل تمام. الحاجات اللي قلناها خلاص. لو عملنا كده هنا بيديك تحدد المكان اللي نازل فيه الفايل يعني. بص تلاقي هنا كده تدوس عليه هيقولك الفايل راح فين، تمام. هو حاطه في نفس الفولدر اللي احنا شغالين فيه. اوكي تمام. ماشي، نفس المكان.
فدي ميزة طبعا انك بتلاقي الداتا عندك جاهزة يعني. ماشي. ولو انت عايز تغير اللوكيشن بيبقى من هنا، لو انت عايز تسيب يعني، انت ممكن تبقى داخل بس عايز داتا يعني، فمن هنا بتختار اللوكيشن تحط فيه الحاجة. طيب تمام. كده خلصنا المرحلة دي، ندوس نيكست. هو جري بينا على طول على اللي هي ايه، كومبيوت فلو دايركشن اند اكيوميليشن اللي هي التوباز. تعالى كده نبص. طبعا احنا الخطوه دي كنا فاكرينها يعني، اول ما بنفتح الدم كنا بنعملها على طول. احنا دلوقتي بالنسبه له يا دوبك احنا لسه فاتحين الدم، التوب وماب والحاجات دي كلها دي خلفيات في باك جراوند. تمام. فادي كده الدم، هو كده شايف الدم. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه اللي هي الفلو دايركشن اند اكيوميليشن. النافذه دي هي تقريبا هي نفس النافذه اللي احنا شفناها قبل كده لما كنا داخلين من هنا يعني. بس تاني بنتاكد اليونتس مظبوطه. تمام. ندوس ان هنا كومبيوت باز يعني الرن يعني. لو انت عايز تعدل، احنا اتفقنا قبل كده ان الرقم ده اللي هو الفلو اكيوميليشن ثريشولد ده اللي بيتحكم في كثافه الستريمز. فاكر لما غيرنا الرقم ده مره ومره ادانا زحمه في الستريمز او خفت؟ ماشي، هو حاطط لنا الديفولت رقم، نقول له مفيش مشكله. احنا هنا بقى مش هندوس نيكست، هندوس ايه؟ كومبيوت، تمام. ندوس عليها. هي نفس النافذه اللي كان بيفتحها لنا قبل كده، تمام. يعني نفس الشغل. فزي ما قلت لك الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي دوت هو عمليه تيسير للشغل القديم. يعني تمام. كنت انت الاول عمال تفضل واخد بالك انا هدوس على الايه، على الموديول اللي اسمه هيدرولوجي، لا هدوس على الموديول اللي اسمه ترين، هدوس على الموديول اللي اسمه درينج وهكذا، وتفضل حافظ. لا هما يعني، بس طبعا كان لازم نعرف الخطوات يعني. أكيد. تمام. فدلوقتي بقى العمليه بقت ايه يعني، خلاص هو انت بس تبقى فاهم كل خطوه وتدوس نيكست. انت فاهم التوباز، فاهم الدم، فاهم كل حاجه، باوندريز، كوردينيت سيستم، نيكست بقى وكده، وتقدر يعني تعيش حياتك. هو هياخد وقت لان الباوندز اللي احنا خدناها كبيره شويه، خدت بالك؟ احنا كان تمام. ممكن نضيقها، او البديل لو تفتكر قبل كده كان في حاجه اسمها اللي هي زي تريم، كان في قبل كده امر تريم انك بالماوس بتختار حته تقول له امسح الباقي، تمام. بالك؟ ف معلش يعني، ممكن لو طول نروح نقفله ونمسح جزء ونرجع تاني، ولا نصبر عليه؟ طيب هو احنا لو كنا دوسنا نيكست بدل ما كنا دوسنا كمبيوتر توباز، كان هو طب يعمل توباز قول انت، قول ولا انت، قول انت. انا مش عارف، هو يعني هيخش على الخطوة اللي بعديها ولا هيعمل ايه؟ حلو. الخطوة اللي بعديها زي ما انت فاكر او حتى ممكن تشوفها من هنا مكتوبة، الخطوة اللي بعدها تشوز الاوتليت. احنا فكنا متفقين ان الاوتليت بيبقى لازم يقع فوق ستريم، تمام. إذا كان لازم يعمل بالظبط. والستريم مش خلص اهو، خلاص الحمد لله، نورمال بروجرام ترمينيشن. رغم ان المساحة كبيرة الا ان الريزولوشن 90 متر خلى الدنيا سهلة شوية. ندوس كلوز تمام. وقت كده بس عشان يرسم الاستريم اهو، سمعنا؟ لا هو دوس نيكست. هنا بقى لو تفتكر احنا كنا بنقعد نفتكر يا ترى نخش على انهي واحدة، هي دي اللي انا عايزها، ويا ترى من، فاهم انت؟ تفضل بقى واخد تمام. بالك ان دي في الموديول دوت وكده. هنا انت ما مش فارق معاك، دوست نيكست راح هو مطلع لك الزراير بتاعه رسم الاوتلت. نسهل الدنيا وناخد حوض كده حته صغيره. قلنا نعمل زوم من هنا، ناخد هنا مثلا
هاخد اعمل انشاء اوتليت بوينت، ادوس هنا معلش الماوس بتاعي يبدو ان في مشكلة. بس كده تمام، انا دوست هنا على الزرار دلوقتي بقى معايا ان انا ايه اضيف اوتلت بوينت. تمام، تمام ادوس بقى على لازم تبقى نقطة طبعا تحتها ستريم، اتفقنا على الكلام ده قبل كده، فهاجي في وسط البكسل ديت واروح دايس كده. كده انا حددت ان دي نقطة اوتلت اللي انا بدور عليها. تمام دلوقتي الخطوة التالية أنا مش مطلوب مني غير إن أنا أدوس نيكست، لأن أنا كده عرفت خلاص الأوتلت. بالمناسبة ممكن جدا في حالات بيبقى أنت محتاج تعرف أكتر من ووتر شيت في وقت واحد، يعني الدراسة بتاعتك مثلا وليكن طريق كذا كيلو ماشي، فأنت المطلوب تمام منك تدرس كل السيول اللي هتضرب الطريق ده في كل مكان، يعني أنت بتحمي الطريق كاملا أو مسافة ما منه يعني. فأنت في الحالة ديت بتبقى انت عندك الشيف فايل بتاعت الطريق وتفضل ماشي وراها، كل ما بتلاقيها بتتقاطع مع ستريم تحط اوتليت بوينت. تمام فبالتالي طب بعد هو بقى اتفضل هو مفيش طريقة مثلا يعني أحط مثلا زي لاين أو حاجة وهو يبدأ يقول لي السبرينج اللي بتأتكت عليه أو الكاتشمنت ولا؟ مش عارف والله، ممكن ابقى ابص فيها، لكن اللي انا اعرفه ان انا بفتح الشيب فايل بتاع الطريق زي ما اضفنا الشيب فايل اللي من شويه بتاع مصر دوت، وبيبقى باين وبيبقى خطوط الاستريمز باينه، فباجي اقعد احط اوتلت 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 كده، فبيبقى انت في الاخر بينتهي عندك عدد الاحواض كلها اللي بتضرب هذا الطريق يعني. تمام دلوقتي احنا ايه حطينا الاوتلت بوينت، نقدر بقى خلاص مش عايزين حاجه من النافذه دي، ندوس نيكست. طيب دوسنا نيكست. بعد ما عرفنا كده الخطوه التاليه اسمها الدلينيت الووتر شيد. تمام هو هنا بيديك فرصه ثانيه لو انت عايز تغير يعني تتحكم في الرؤيه بتاعت الاستريمز. بيني وبينك انا عندي رغبه ان انا ايه اكبر لا الرقم ده نص شويه، بوينت لا نص بوينت حاجة كده ماشي انا حاسس انها زحمه شويه صح؟ طيب تعال نكبرها حبه، نخليها بوينت 7 5، ولو دوسنا هنا نشوف تأثير ذلك يعني على الشكل اللي عندنا، يعني خليها واحد يعني ماشي. ده كان ديسبلاي ملوش دعوة بالحسابات يعني. هنا بتبص تاني على اليونتس اللي انت شغال بيها، متر كيلومتر وهكذا. تمام خلاص، دوس بقى هنا، هنا الديلينيت الووتر شيد لازم تدوس على الزرار ده، يعني برضو زي ما كنا في الران تو بيز لازم تدوس على هنا يعني جوه، تمام دوس عليها. لا تحت هو عمال يقول لك ان هو بيشغال وبيعد لك يعني وكده. هو ده بيعمل البيسنج باوندري كمان يعني بيعمل كذا خطوة كذا خطوه اللي يطلع الداتا بالظبط، وهو بيحسب اهو كومبيوت الماكسيمم فلو ديستانس. كنا احنا دي بنعملها في خطوه مستقله لما كنا بندوس كومبيوت بيزن كاركترستكس. كنا بندوس البوليجون وبعد كده الباوندري وبعد كده بنعملها بوليجون وبعد كده الداتا وكده بالظبط، لكن ما اظنش كانت هتبقى فكره كويسه لو بدانا الدراسه بهنا على طول. أكيد هو حضرتك تعرف مواقع فري لللاند يوز أو اللاند كفر بدل يعني حاجة تطلع لي فايل جيو تيست أو حاجة يعني غير الإيميج العادية هي الايمج ديت غريبة يعني، يعني هو المنطقي انها تبقى شيف فايل، اللاند يوز والحاجات دي شيف فايل،
بص يعني انا عن نفسي كنت اتعاملت مع خرايط، بجيب خريطه للجيولوجيا او كده، ده في اه حاله السويل طيب، يعني ان تبقى الدنيا عندك الوان واضحه وفرقه عن بعضها، اللون الازرق مثلا معناه تربه من نوع كذا، الاخضر معناه تربه من نوع كذا. وكان اه كنا بنعمل حاجه اسمها ديجيتايزنج، يعني بنشيف بننشئ شيف فايل، بتفتح الصوره دي في الباك جراوند وتقعد ترسم الايه الحدود بتاعه المكان، يعني بس دي طريقة مرهقة أوي يعني. مرهقه علشان هي مرهقه. في ناس ولاد حلال كتر خيرهم يعني شالوا عننا العبء ده وتخصصوا فيها، بقت مهنه، اللي هم ايه مثلا اللي هم بيسموهم جي اي اس سبيشاليستس مثلا، اه يعني في ناس كده فنيين جي اي اس مشكورين يعني بيقوموا بالمهام اللي ايه الكؤول ديت يعني. فاحنا في احيانا كثيره بيجي لنا الشغل شيب فايلز جاهزه ماشي. اه لو تفتكر احنا في نفس النافذه دي من شويه كان عندنا، تعالى كده نرجع نبص عليها، اللي هي داونلود داتا ويب سيرفيس، تعالى كده اه لو تفتكر، استنى ما وقتها بص تحت كان عندنا ايه جلوبال لاند كفر، هتلاقي كمان عندنا هو مش موصول جلوبال عندي انا شفت حاجه كده فين، استنى بس لاند. وورلد وايد سويل داتا بيت، تعال نجرب، انا هدوس عليها ونعمل داونلود. هو كده بيداونلود الكل اللي معمول له صح، ولا انت لسه بتتفرج حاليا؟ لا متهيألي دوت زي نفس الباوند، نفس الحدود بتاعت الدم. مش قصدي يعني لما بيداونلود تقريبا يعني ما بيرجعش يداونلود حاجه تاني، يعني ما بيداونلودش التوبوغرافيك ماب تاني ولا الدم لا تاني اللي بيعمل. والله سؤال وجيه، قصدك انه بيعيد داونلود تاني؟ اه يعني بس هو مكتوب كلامك صح في اكسل كلامك صح كلامك صح كلامك صح. هو كان صح ان انا اطفي علامة الصح اللي قدام التانيين اللي اتعمل لهم داونلود بالفعل، عندك حق انا هشيلهم دول. يا رب ما يكونش فنك. تمام الحمد لله على معرفتي ده كده عشان ما يتكررش الغلط ده تاني. ادي يا سيدي اهو عندك اهو شايفه، ايه الشيب فايل بتاع السويل طيب ظهر اهو اه بتاع مصر كلها والسعودية وكده، بس يعني انت مش شايفه؟ انا شايفه، بس يعني مش عارف افرق. طب ده ايه وده ايه يعني؟ طيب بص تعالى يا سيدي دوس رايت كليك هنا على الشيب فايل، كان ينور هتلاقي اللحظة. عندك اوبن اتريبيوت تيبل، اه ادي اهو اجمل عمود في اجمل عمود ممكن تشوفه وانت شغال على الدبليو ام اس. حسيت بلذة النصب. بص هيدروجيكال سويل جروب، يعني ما فيش بقى خلاص، الراجل جايبها لك ايه وبي وسي ودي، يعني ناقص يقوم يحضر لنا الفطار. كمان وصف برضه كاتب وصف، جنب اه والوصف اكتر. اه كويس الحمد حاجة لله. جميلة جدا، بس برضو عشان نبقى ايه فاهمين احنا بنتكلم في ايه، في حاجات ما فيهاش، اه في حاجات ما فيهاش شايف؟ طب إيه 30 ده ايه يعني؟ ده يتكلم على المكان، يعني المكان ده عايز لو عايزين نعرف هو فين مثلا. طبعا حقك. بس كويس ان الداتا دي فري يعني. بس طبعا يعني هو طبعا كويس الحمد لله،
بس احنا لازم نبقى ناس مستوعبين. يعني انت شايف الريزولوشن عامل ازاي؟ ما هو يعني صح كده هو بالظبط. احنا كنا دوسنا على ريزوليوشن قبلها ولا هو عملها على طول؟ هو تقريبا ريزوليوشن انا قلت كبيرة 90 شوية. متر بس ده مش 90 متر، ده 90 كيلو. لا هو احنا دوسنا 90 متر على عليها ولا على الدمية اللي اتحملت تاني في ممكن على الدم صحيح، بس ده شيب فايل يعني ملوش ريزوليوشن. المهم انا دوست على الزرار ده تمام، انا مش عارف احنا واقفين ولا ده اللي هو حرف الاي ده شايفه مش. لا هو مفيش حاجة بتتغير عندي. ازاي؟ طب استنى، انت شايف دلوقتي ايه؟ باشمهندس السلام عليكم. باشمهندس ايوه معلش انا اسف، هو النت ضعيف جدا معلش فطلعني ودخلت تاني. معلش، فكنت بقول لك انت شايف دلوقتي ال دبليو ام اس ويندو بتاعتي، شايف الحرف الاي ده؟ ده وانا مش باين حاجه. شايف حضرتك الماوس بتشاور على ازاي؟ فين؟ شايف الماوس؟ انا حاطه في الحته الفاضيه اللي على اليمين دي، شايفه الماوس؟ لا بالظبط شايف الماوس؟ ما انت شايف ايه؟ شايف النافذة اللي هي بحركها دي بتاعت الـ download data؟ لا برضه هو انا مش فاتح الشير ولا ايه؟ طب استنى كده، ها كده تمام. طب استنى بقى انا الاخبار عارف. عليكم السلام. ايوه يا باشمهندس،
السلام عليكم. وعليكم السلام. انا هفتح، معلش استنى واحده، هفتح الباقه بتاع عشان النت ضعيف جدا بتاع الفيديو. معنى كده تمام، فتح الباقه تمام الحمد لله. دلوقتي النافذه بتاع الدبليو ام اس مفتوحه عندك، وادينا اهو نزلنا الشيب فايل بتاع السويل تايب اهو. تمام. وانت كنت تسالني عايز اعرف يعني ديتيلز عن ماشي الشيب فايل ده، اشوف منه الداتا ازاي. فانا بقول لك، شايف الزرار ده الازرق ده؟ طيب دوس عليه وروح اقف على اي جزء في الشيب فايل، هتلاقي ان هو يعني على هتلاقي ان هو فتح لك هنا نافذه اهي، نافذه اللي اسمها ايدنتيفاي دي باينه. ها تمام. باين ماشي. وادي القيم اهي بتاعتها، وقلنا ان اكتر حاجه تهمنا الهيدرولوجيكال جروب. فهنا هو بيقول لك ان الحته دي التربه بتاعتها بي، انه اسمها لوم تكستشر هكذا، يعني حاطط لك التفاصيل يعني بتاعتها. الحقيقه يعني الكلام، بص انا دوست على هنا قاصد، لان انا عارف ان ده البحر، فاداك مفيش حاجه خالص. ففاكر الروز اللي كانت ما فيهاش حاجه خالص دي؟ هو ممكن الجزء اللي فوق اللي علمين ده ممكن. فانا بقول لك اهو بحر ومفيش حاجه. لما مثلا تخش هنا تلاقي شيء ما مكتوب يعني. يعني كده يعتبر جايب كل الارض يعني. مفروض محتاجه طبعا مراجعه وتدقيق وكده يعني. مثلا بص انا هعمل زوم دلوقتي، انا عارف ان الجزء ده لو نهر النيل، انا عارف يعني. لان الحته دي هي انا الجزء ده، الانحناءه دي انحناءه انا، فبالتالي انا عارف ان الجزء ده نهر النيل، يعني انا عارف ان هو يقصد بالحته دي نهر النيل، دي نهر النيل. فانا هدوس هنا زي ما انا توقعت، قال لي نان سويل وما ادانيش اي معلومات. هو دلوقتي هو جايب اللاند السويل للحته اللي احنا كنا محددينها، ولا دلوقتي جابها كلها؟ لا دلوقتي جاب، هو بيديك الويندو دي بتديك داتا مطرح ما الماوس بيكليك. طيب يبقى كده اعتقد ده كده جاب كمان. هو على حسب انت واقف فين طبعا. واضح شايف التكسيرات الكتيره اللي في الخط دي، دي يعني ضعف في الريزوليوشن، خد بالك انت ازاي. فيعني ايه يعني، ده برضو يعني هي مزاياها انها بتديك داتا انت متعب، ما دفعناش فيها فلوس ولا تعبنا ولا ديجيتايزنج ولا حاجه، بس هي ريزولوشن بصراحه تعبانه يعني. وبعدين يعني حتى مثلا المفروض ده نهر النيل متقطع، شايف؟ يعني لا قطعه الله يعني. ف يعني ناخد بالنا بس من الحكايه دي. لكن يعني دي كانت اجابه سؤالك، هل في داتا فري للسويل تايب؟ هي دي. تمام. نروح للحته الحلوه اللي احنا اخترناها دي، او ده الحوض اللي احنا ايه عملنا له ديليجنيشن. اسود كده وبتاع، والشكل الوحش ده ممكن نيجي من على الديسبلاي اوبشن. انا متوقع ان السبب اني ان هو معمول له فين، ثواني. هنا كلر في البوليجون. هو ما مسويته، انا دوست كده اوكي اهو كده، شال يعني الفيلنج دوت وساب لك بس الايه الستريمز وكده. تمام. وتلاحظ برضو حاجه تانية جميله، ان هو مطلع لك ايه بعض الانفورميشن عن الحوض. تمام. المساحه بتاعته كام كيلومتر مربع، كذا كذا، بقيه التفاصيل يعني. تمام. كده احنا عرفنا الدرينيشن بتاع الووتر شيد. تمام.
هنا بقى ندوس نيكست، يجي لك على خطوه اسمها سيلكت موديل. الاكثر شيوعا قلنا ان هو الهيك 1، فاحنا هنكمل بيه تمام. لكن طبعا في برنامج تاني اللي هو هيك اتش ام اس، وفي غيره يعني. فانت هو بتيجي يعني اتفضل. هو هنا في جوه البرنامج في هيك وان، في حاجة تانية غير هيك وان ولا هو في حاجات كتير، تعالى ندوس على البتاع دي ونشوف. هيك اتش ام اس؟ انا افتكر البرنامج بتاع الهيك اتش ام اس التاني. انهي؟ التاني اسمه هيك راس تقصد؟ هو في هيك اتش ام اس؟ طبعا في هيك اتش ام اس وفي هيك راس وكده يعني. وفي جيشه، جيشه دي ده برنامج 2 دايمنشن، فبيجيب لك الميه وهي بتنتشر يعني على مساحه الحوض. طبعا لو تفتكر لما عملنا ران بالهيك 1 كان بس بيطلع لك فقط ايقونه هيدروجراف عند الاوتلت وايقونه هيدروجراف عند السنتر بتاع الووتر شيد، تمام. ايقونه، فبما ما يعني ان انت بس بتشوف تصور عن الهيدروجراف عند نقطه الاوتلت. انما الجيشه ده بقى بيخليك تشوف الميه على كامل الحوض، كانك بتبص عليه من فوق وبتشوف الميه وهي بتنتشر وتتجمع وكده يعني. تو دايمنشن بقى، ظريف خالص يعني. طبعا هو بس كطبيعي يعني بيعوز داتا اكتر، ده امر طبيعي لانه بيعمل حسابات اكتر فبيبقى عايز انفورميشن اكتر. انما بشكل عام يعني بيدي نتائج افيد واجمل بكتير من الهيك 1 يعني. تمام. طب هو الهيك 1 لو الهيك اتش ام اس اخترناه، يعني هيبقى فيه حسابات، يعني طريقة حساب تانية ولا داتا تانية ولا هو؟ بص يا سيدي، احنا كنا قلنا قبل كده ان الهيك اتش ام اس هو تطوير وعمل جرافيكال يوزر انترفيس للهيك 1، فكأن الجزء البروسيسنج الكمبيوتنج بتاع الاثنين واحد، خصوصا في الحاجات البدائيه الاساسيه اللي هي زي الريم فور رانوف، العقل واحد او الحسابات واحده. لكن الاتش ام اس ده ادفانسد ديفلوبد يعني، جابوا الهيك 1، الهيك 1 كان ده اندر دوس، تمام. فقالوا عايزين نحدثه فجابوا الهيك 1 عملوا له جرافيكال يوزر انترفيس واضافوا له شويه حاجات ظريفه كده ونزلوه على ان هو هيك اتش ام اس. والهيك اتش ام اس ده قعد يتطور دلوقتي من فتره، من ايام يعني مده بسيطه، نزل الفيرجن 4.4، وده يعتبر تحديث جيد يعني، حاجه كبيره يعني. فالمهم فيما يخصنا الان، انا يعني واحنا دلوقتي شغالين، يفرق ايه ان انا دلوقتي ادوس هيك 1 هنا او ادوس هيك اتش ام اس؟ ده السؤال صح؟ هو في الحالتين الخطوه اللي انا فيها دلوقتي خطوه اسمها بص شايف الزرار ده مكتوب ايه؟ Initialize Model Data. كل الخطوات اللي فاتت احنا كنا بندخل احنا داتا من عندنا او بنخليه يعمل داونلود لداتا من على النت، يعني بنوفر داتا يعني بنجمع داتا. بعد ما جمعنا الداتا رحنا عملنا ووتر شيد لينيشن. وكجزء من الووتر شيد لينيشن ان هو عمل كومبيوتنج للووتر شيد كاركترستكس. فدلوقتي النقطه اللي احنا واقفين عندها ان احنا عندنا الحوض، بس الحوض بمجاريه المائيه بخصائصه الطبوغرافيه بكل الحاجات دي. الخطوه التاليه ان احنا عايزين نعمل هيدرولوجيكال موديل ريم فور رانوف. ففاضل ايه بقى؟ ان كل الداتا اللي اتجمعت دي تعاد كتابتها مره تانية بصيغه وفقا للسوفت وير. بمعنى انا هستخدم هيك 1 ماشي؟ الهيك 1 برنامج تماما مختلف عن الدبليو ام اس. هو بيعتمد ان هو بيتفتح الهيك 1 عنده انبوت فايلز يقراها يعمل ران يطلع لك اوتبوت فايلز. تمام؟ الهيك 1 مش شغلته يعني انه يفتح الدبليو ام اس ويخش جوه الدبليو ام اس ويقرا البارامترز والفاريبلز وكده. العكس هو الصحيح، الدبليو ام اس هو اللي شغلته ياخد المدخلات الكتيره اللي احنا لسه مدخلينها من شويه دي ويترجمها للغه
كأننا يعني، طبعا انا هستخدم لفظة مش صحيحة يعني، يترجمها لغة الهيكوان او بصيغة صحيحة يعني، يولي ينشئ انبوت فايل باستخدام الداتا اللي عنده، يولد لك انبوت فايلز تتقري بالهيكوان. تمام. طب ماذا اذا انا اخترت حاجه تانية غير الهيكوان في الحاله دي؟ هيقوم بنفس الوظيفه، هياخد كل الجيفنجز اللي انت اديتها له لغايه دلوقتي ويعمل بيها انبوت فايل للبرنامج التاني اللي انت اخترته. فهيكون عليك انك هتروح تجيب البرنامج التاني اللي تفتحه وتقول له انا عندي بروجكت، والبروجكت مكانه هو على الهارد ديسك، هو هيروح البرنامج رايح كانك بنيت البروجكت ده جوه البرنامج التاني. فلو قلنا مثال الهيك اتش ام اس مثلا، لو دوسنا عليه دلوقتي هيدينا فولدر، نفتح الاتش ام اس بره، نقفل الدبليو ام اس خالص تمام، ونروح نفتح ال HMS ونقول له افتح لنا البروجكت ده اهو. هو لما هنقول له ده اهو ده الفولدر، هيلاقي كل الانبوت داتا اللي هو عايزها كاننا بنينا الموديل بالهيك اتش ام اس. تمام. طب ليه اصلا اللفه دي؟ طب ما احنا نفتح ال HMS من الاول ونبني بيه وخلاص، يعني ليه انا افتح واحد تاني واصدر بالسبورت ليه بقى؟ تمام. الاجابه ان ال WMS اولا في جي اس، يعني انت شفت احنا عملنا كام حاجه بالجي اس، انت فقط عملت ايه ديلينيشن وهو حسب وعمل كل الهيصه دي صح. ده شغل جي اي اس تعالي يعني. الشغل ده لغايه دلوقتي ما ينفعش تعمله بالهيك اتش ام اس. فلو احنا حبينا نشتغل بدون الدبليو ام اس حتى يومنا هذا، يعني هو المفروض الفيرجن الاخيره دي بتاعت اتش ام اس بدأوا يدخلوها الجي اس كويس، لكن خلينا يعني خلينا نتكلم في الديفولت يعني في المعتاد. في المعتاد لو انت ما عندكش دبليو ام اس هيبقى مطلوب منك تفتح برنامج جي اي اس وليكن مثلا كيو جي اي اس، تفتح الديم وتر تعمل بقى تعمل اللي هو الفلو دايركشن والفلو اكيوميليشن وتفيل الداتا جابز وكذا 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 لغايه لما توصل لمرحله انك ترسم الايه الووتر شيد كويس. لا مش تمام، ده لسه هكمل. وبعد ما بعد ما عملت الووتر شيد ديليشن تبتدي تحسب الكمبيوت، تعمل كمبيوت للووتر شيد كاركترستكس بالجي اس. تحسب انت كده، تقول للبرنامج احسب لي الاريا والسلوب واللينس و و و و و وتروح بقى واخد الحاجات دي كلها وتفتح الهيك اتش ام اس وتبتدي تبني موديل وتعرف انت الحاجات دي بنفسك. من هنا تشوف أهمية الـ WMS، إنه بخطوات كتيرة خالص هو بيعملها يعني جاست يعني كليك. تمام. فدي يعني من أهم مزايا الـ WMS، تسهيل تسهيل وتنظيم العمل. ايوه ماشي تمام. طيب احنا دلوقتي على هيك 1 هندوس انيشاليز موديل داتا، هندوست على انيشاليز موديل داتا. هو دلوقتي بقى عمال ايه ينشئ ملفات الانبوت بتاعت الهيك 1. يتميز انه بالكامل جوه ال WMS. خد بالك من الحته دي، الهيك اتش ام اس ده برنامج مستقل، لازم تعمل انيشاليز الموديل داتا، هيعمل لك فولدر تروح رايح انت بقى تفتح ال دبليو ام اس لوحده وتشتغل بيه كويس. تمام. الهيك 1 مش كده، الهيك 1 بالكامل جوه ال دبليو ام اس. فانت لما بتعمل انيشاليز موديل داتا انت مش مطلوب منك حاجه، عادي هتكمل شغل عادي، هو ال دبليو ام اس هيروح يقرا الداتا ويعمل رن ويطلع نتائج ويعمل كل حاجه، لان هو شايف البرنامج وبرنامج جزء من ال دبليو ام اس. تمام. ندوس بقى نيكست. جوب كنترول اللي هو يعني ايه الرنه من امتى لامتى وكده.
انا شايفه بقى كاتب الستارتنج ديت 23 من 4 9 الصبح، والاندنج ديت 23 من 4 9 الصبح برضو 24 ولا ايه يعني. المهم بعدين ايه التايم انترفال 10 مينت ست جوب، انا دوست عليها يعني كاني بقول له سيف يعني ماشي. بعدين دوس نكست بيقول لك الافيلابل شيب فايلز، هو هنا دلوقتي كانه بيدور على ان يحول الشيب فايل دي لكفريدج. تمام، وبيقول لك يعني انا هقص يعني الفايل الكبير ده اللي هو اللي احنا لسه منزلينه، بيقول لي انا هقصه. هو بس هنا عندنا مشكله ان يعني احنا نزلنا فايل السويل كويس، لكن ما نزلناش فايل اللاند يوز، فهو افتكر قطعا يعني ان ايجيبت ده هو اللاند يوز، فانا هاجي اروح مسحه طيب نرجع تاني للداونلود داتا، احنا عايزين لاند يوز دلوقتي ايش اخر حاجة؟ جلوبال لاند كفر ننزل برضو واحدة تانية، تعالى كده نشوف اللاند يوز ديت أخبارها إيه، نبقى الأتريبيوت بتاعها. ده أنا إيه أدي اللاند يوز اللي هي استخدامات الأراضي يعني. تمام، حتى مكتوبة بنفس الصياغة تقريبا اللي موجودة في جداول الكيرف نمبر. بقينا عندك نرجع بقى للإيه بس تاني نشوف ادي السويل طيب لا هي معروفة دي السويل طيب دوست على الكرييت كفريج. تمام، هو دلوقتي بيبص على الشيب فايل على الاتريبيوت تيبل بتاعها وبيشوف هي ايه ياخد الداتا ازاي يعني. هو دلوقتي بيشوف اللاير اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللاند يوز، هو بيدور على اللاند يوز نيم، ادي دي كده مظبوطه، انا هنقبل ان دي اللاند يوز نيم فاليو، ده الفاليو لا ايه هيفتح لك النافذة التانية بتاعت السويل تايب، عايزين اهو هو شافها لوحده شايف. هنا هتلاقي انشأ لنا التو كفرج اللي احنا كنا بنعمل لهم السويل تايب واللاند يوز. كومبيوت جي اي اس اتريبيوت اللي هو ايه كأننا بنقول له يحسب الكيرف نمبر يعني. في مشكلة هنا في الداتا عشان كده فار محتاجة نخش نشتغل بإيدينا شوية. ان احنا محتاجين نعدل شوية حاجات هنا. هنا بيدينا فرصة نعمل حاجة كمان اللي هي ايه حساب التايم اوف كونسنتريشن، فاكره؟
طيب خلينا نقول نرجع بس هنا نشوف ايه المشكلة عندنا كانت في اللاند يوز. هو لو حضرتك بص تريك كفرج تاني، انا فاكر ان حضرتك في تقريبا غيرت حاجه خليتها نو ماز بدل هي بتاعت لاند يوز. تقصد دي اللاند يوز فاليو؟ ما هي لاند يوز تمام. هي كلها نفس القيمة، فأكيد مش هي يعني. لا احنا كنا بنعملها ازاي؟ كنسل امسح دول، امسح التو لايرز اللي اتفتحوا جداد دول، مش عايزينهم. هو الجميل ان النافذة دي مش بتمنعنا نشتغل على ال كنا بنحسب معلش افتكرت، معلش تعالى السويل تايم متعرفة مظبوط تمام. في 3 صور كويس. هي ال بص يا سيدي، المشكلة فين؟ طيب دي اللاند يوز، مش جايب حاجة خالص. ما عملش داونلود للشيء يذكر يعني. احنا هنا ممكن نعرف وندخل الارقام، هي بصفار كلها يعني، هو ما جابش قيم يعني، فنعرفها وهنا وكده. انما القصد اني لو انا جيت على اللاند يوز، شايف اللاند يوز اصلا فاضيه. تمام. ده دي بقى مشكله في السورس بتاع الداتا. واضح ان هو مركز هنا على وادي النيل، فهو ده كان سبب الايه، ان الداتا طلعت كيرف نمبر بصفر، لان هو الحوض، حوض اهو شايف الحوض قد ايه، كل دي فري ما فيهاش داتا. تمام. فعلينا بقى طالما يعني احنا كده عرفنا ان الداتا دي السورس ده اوف داتا بتاع اللاند يوز ده ما بيغطيش منطقة الدراسة بتاعتنا، فبالتالي مش هينفع. فيبقى قدامنا يا اما نشوف سورس تاني اونلاين، يا اما نرجع للمصادر التقليديه اللي هي انك تديجيتايز خريطه او كده يعني. تمام.
احنا ممكن ايه نسهل الدنيا على نفسنا ونروح ندخل اي، هو في الاخر عايزين نحسب كيرف نمبر يعني، فبدل ما نقعد نعمل ديجيتايزنج وكده هندخل اي كيرف نمبر دلوقتي نكمل الشغل بيه. تمام. تمام. انا دخلت الكيرف نمبر رقم جاهز كأنه اتحسب يعني. هو طب معلش يعني انت عملتها ازاي؟ ماشي. بص انا رحت على الموديول اللي هو هيدرولوجيك موديلنج موديول، ودست وكنت مأكتف الدرينج كفرج، رحت دوس دبل كليك في وسط الحوض، معذرة السلام، لا انا اسف، استنى، هيدرولوجيكال موديل جروب، هتدوس على الزرار ده اللي هو ايه سيلكت بيزن، وتدوس دبل كليك في وسط البيزن هيديك النافذه دي. انت الكيرف نمبر ده هو وسيله لقياس اللوسز، تمام. هتيجي على اللوس ميثود تدوس عليها، البدايل دي هتختار منها الاس تي اس كيرف نمبر. انا حاطط له رقم اللي هو افريج يعني اللي هو كان بيحسبه. انت قبل كده خدت معايا ازاي نحسب الكيرف نمبر يعني، وندخل اللايرز وكل حاجه، تمام انا تمام بس بدخل عشان نكمل حسابات يعني. تمام اوكي كده خلاص الايه الداتا اتعرفت. هنا هنلاقي عندنا ايه اللي هي حساب التايم اوف كونسنتريشن، ندوس عليه. انت عايز تحسب باستخدام ده ولا ده؟ نقول باستخدام البيزن داتا. بيبقى عندك دايما تختار تايم اوف كونسنتريشن ولا اللاج تايم، تمام تاخد اي حاجه ماشي يعني، تشوف الطريقه المناسبه ليك يعني. تمام تمام. انت نقول مثلا تاخد ديت، هو بيقول لك على طول نتيجه الحسابات يعني، تمام قول اوكي طلعها لك هنا، دوس نيكست. الامطار نفس الكلام، بريسيبيتيشن احنا خدنا قبل كده ازاي تعرف اللاير وتحسب التيسن بوليجون والكلام ده كله، خلينا بس نحط اي رقم كده يعني. اللي احنا خدناه قبل كده انك بتستخدم الجيج هنا والويتس والكلام ده، ده كان الفيديو الاخير. فهنا هنقول البيزن كفر افريج، هو هنا بالانش احنا كنا المفروض يعني نظبط اليونتس يعني. هو المفروض اليونتس هي مظبوطة بالميترز. مش عارف ليه، ولو دوست على كليك يمين مش عارف حاجة. لا انا هتصلح، انا بس بشوف ليه مديني اليونتس بص انا فتحت الهيك وان جوب كنترول ماشي، عندي هنا الكمبيوتيشن يونت الديفولت بتاعه انجلش، خليه مترك. الاوبشن ده ما ظهرلناش من النافذه اللي احنا كنا شغالين فيها، حتى لما عملنا جوب كنترول ما اداناش دي. تمام. فهم هيقولوا اوكي، وبعدين نيجي تاني على نعرف البريسيبيتيشن بيزن افريج، هي بقت بالملي الحمد لله ماشي. ناخد البيزن افريج نقول اي حاجه 66 ملي مثلا، ونعرف السيريز بتاعته هنقول ان هي تايب 2 كويس. تمام اوكي قول اوكي تاني. واللوس ميثود داخلين الكيرف نمبر، البيزن داتا محسوب المساحة بتاعته اوكي، اليونت هيدروجراف
هو خد القيمة اللي احنا حسبناها من شوية كده، كل الحاجات اتعرفت. تمام، ندوس دن. تمام. هنا بقى الخطوة دي خطوة ظريفة كده، ان هو ايه، بيجهز لك يعني انك تطلع خريطة حلوة يعني، فهيشيل بقى اي حاجة في الشكل ما لهاش دعوة بالايه، بالبروجكت بتاعك. عملية تجميلية يعني، حتى اسمها بص كلين اب موديل. تمام. دوس عليها. تاخد وقت ولا لا ده هنج يعني، خرج لا. نموذج خرج من الشغل. وانا مش كنا سيفت؟ لا مش ممكن. مهندس ايوه حضرتك. وانا ما سيفتش، عشان انا بدأت ان انا عرفت الباص بتاع البروجكت. هو ما سيبوش. أنا كنت المفروض أعمل سيف من بره، نعم. كنت المفروض أعمل سيف عادي للبروجكت من بره من غير ال ايوه احنا يعني احنا انشأنا البروجكت ومشينا نيكست كتير، كان المفروض فعلا في النص سيف كده يعني مرتين ثلاثه ولا حاجه. بس هو مش مسيب، يعني مش مسيب الأيقونة بتاعت دبليو ام اس نفسها. كنت هدوس من هنا زي ما انا كنت بدوس على حاجات كتير. ماشي، بس هو ده يعني دبليو ام اس نفسها مش يعني هو مطلع الفولات اللي احنا في حاجات كتير اتعملت مش مطلعها، مش مطلعها ولا مطلعها؟ ده مطلعها. هي التلاتة اهي، دي لا ده اللي عملنا له داونلود، وده اللي عملنا له داونلود، وده الويزرد، دي الداتا، ده السويل تايب اهي، واللاند يوز اهو شايفه، السويل تايب واللاند يوز، وده اللي هو التوبو ماب، وده الدم هو سايب الداتا. تاب الداتا، بس ما سيفش البروجكت. شفت بقى لما جيت اعمل له كلين، دي اخرتها. هو مشحها خالص. طيب على العموم يعني، بص هو كان فاضل بس ندوس رن ونشوف النتيجة، فهي الخطوات هي يعني، مفيش حاجة يعني. تمام. فمعلش بقى عليك انت الهوم ورك ده بقى، اعمله انت وقول لي النتيجة تمام. طلعت معاك، عشان ما نعيدش الشغل تاني يعني، ضيع لك وقت تاني. خلاص تمام. ماشي، احنا كده ايه، خلاص اتكلمنا على موضوع الويزرد، ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على موضوع تأثير وجود سد في مجرى الووتر شيد. تمام. ماشي خلاص تمام. طيب أقول لحضرتك الماب بتاع اللاند كفر ماشي ماشي، لو انت عندك اي سؤال او ملحوظة او تعليق يلا بينا. تمام. اقفل الريكورد، تمام ماشي. اقفله. تمام. شكرا.